عبد الله بن جحش آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولو مات على هذا الإيمان لكان من الصحابة رضي الله عنه، وهاجر إلى الحبشة، وفي الحبشة ارتد ومات على النصرانية. وأبو سفيان رأس الكفر الذي حارب النبي صلى الله عليه وسلم قريبا من 20 سنة، وغيره من أئمة الكفر كعكرمة بن أبي جهل وخالد بن الوليد بن المغيرة، آلت بهم الأمور أنهم الآن من ساداتنا رضي الله عنهم. فماذا كان حالهم؟ كانوا على الكفر. لو سألت أي واحد فيهم الآن، أبو سفيان كافر، الآن عكرمة كافر، لكن إلى ما آلت الأمور؟ آلت الأمور أنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه.